أخبار اليوم. النهاردة جينا نطمن على مينا عطا، وبعد الأخبار اللي تداولت مؤخرا عن الحادث اللي تعرض ليه حبينا نطمن عليه النهاردة ونطمن الجمهور عليه وتشوفوا بعينيكوا مينا النهاردة. نرحب بيك يا مينا معانا في أخبار اليوم. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا كريم، وأهلا بأخبار اليوم اللي منوريني النهاردة في بيتي، وهنفطر بقى مع بعض النهاردة على فكرة. قبل اي حاجه عايزين نطمن على مينا، نقول لك يعني الحمد لله على سلامتك، والجمهور عايز يعرف ايه اللي حصل بالظبط في الحادثه وانت خرجت منها بإيه. طبعا الحمد لله والشكر لله فان انا سليم وان انا قاعد دلوقتي موجود وسطيكم. هو بس يعني عشان في ناس بتقول لي ابقى امشي على مهلك وابقى متسوق بالراحه واعمل، لا انا كنت سايق قبطان والله، لا مش يعني مش ملوش علاقه خالص، انا كنت ماشي بسرعه عاديه جدا، كان بعد الفطار والدائري كان عليه فجأة في الطريق، لقيت رمل وزلط اللي هو الصغير خالص اسمه سن، فأنا اتخضيت من منظر بس الأسفلت بعد ما اتغير بقى رمل، فدوست سنة فرامل، العربية ما مسكتش نفسها راحت لفة بيا، وفضلت تلف 5 6 لفات كده وراحت داخلة بيا في الحواجز. الحمد لله ربنا ستر، والواحد بيبقى في اللحظات ديت يعني بيجي ساعات ايحاء في باله ان هي ممكن تكون تكاد ان تكون اخر لحظه في حياته. اللي انت فكرت فيه بقى كانت في اللحظه دي، انا شفت الموت بعينيا، يعني انا كان حاجه من الاثنين، يا يعني اما كنت الحواجز اللي خبطت فيها دي مش عارف ازاي وقفتني، لو يعني يا اما كنت هخش في الحواجز دي وعدي ناحيه تانية للطريق اللي جاي وكده يبقى انتهيت، يا اما لو ما كنتش رابط الحزام كنت هطلع من الازاز، لان الخبطه كانت يعني الكراش بيني وبين الحواجز دي كان جامد جدا، لو كنتش رابط الحزام كنت هطلع من الازاز بقى عادي اطير الناحيه الثانيه. يعني قوات الحمايه المدنيه دخلت ولا كان في تاخر؟ بسرعه جدا دخلت، بسرعه جدا، اول لما عرفوا الخبر اول ما كلمنا اداره عمل المرور دخلوا وجم عملوا نقطه زي ما قلت لك نقطه مرور عند الحته اللي فيها الرمل، بحيث ان احنا الناس تعدي ببطء واحده واحده ويفتكروا انه في حاجه فيهدوا، ده كان الحل الوحيد لحد ما الخدمات قطاع خدمات او في قطاع معين يجي يحل قصه الرمل اللي كانت واقعه دي. مؤمن بالحسد ان ده ممكن يكون عامل، يعني ما كنتش مؤمن بالحسد لفتره قريبه جدا، بس يعني الحمد لله مش عايز اتكلم على الموضوع ده، الحمد لله الحمد لله، واحنا يعني بنحمد ربنا ان انت خرجت منها ونجيت منها بالسلامه، وان الحمد لله ان ما فيش اي اصابات ولا اي حاجه. عايز اشكر بقى كل الناس اللي كلمتني، كل اصحابي في ستار اكاديمي، كل الناس اللي على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى ان كان فيسبوك تويتر مسجات موبايل مكالمات، ان في ناس كتير جدا كلمتني ما كتبتليش، ما بقاش عندهم وقت يقعدوا يكتبوا فارس كرم واسمر منور ووائل جسار، وناس كتير قوي بصراحه كلمتني جمالهم على راسي وربنا يخليهم ليا.